السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنت كحارس هنا في هذه المنطقة هذه وفي هذا الحي هذا، شنو بان لك في هذه الجريمة هذه اللي ارتكبت؟ أنا أساس حتى السيد جا، السيد واقف معايا ما كيجيش، كان ساكن هنا وخرج. السيد جا سيدي، السيد واقف مع شي دراري، السيد كيهضر في التليفون، كيهضر الآخر خرج من العمارة بقى كيشلط عيد ما ندير. الله غالب أنا راهي عصاص على الطوموبيلات. أتا هبط تقصدوا هز مع هذيك ولد كيجري تقصدوا بهذيك لا تسلوك ويك عباد الله، كان في كلاع وما لا ما ديرش هذه ما تفعلش ما ترك ما سمعت حتى واحد. صافي هذا الشيء اللي سمعت. وهذوك الطعنات اللي وجه لي، يعني فين وجه لي هذوك الطعنات ديال ما في اي بلاصه، في اي بلاصه، وجهه وجنابه خارج لي شي حاجه كيف بحال الشحمه في الكرشو في الجنب ديالو، حتى راه ما تقدش تدير شغلك في المنظر. والاسباب علاش كترشح الاسباب؟ والله ما عرفت، ما عرفتش انا، ما بان ما تفهم لي والو. مات في البلاصه يعني في عين المكان؟ والله اعلم، شي كيقول مات في عين المكان حيت قال لك بغا يزوغ لابلاص دار لي دوكي بحال هكا، ولكن الله اعلم دابا قول لك راه مات. دابا انا وراه مهدد، دابا راه دابا هو كيقول دابا يشوف يقول حق الكار كاين هادي، انا راني مهدد براسي. لا لا، واش ما كاينش الامن في البلاد؟ راه كاين الامن في البلاد. راه انا مشيت عندهم ولكن راه مهدد، تقدر تخوى الدنيا يقدر يجي. راه هو قال لك اي واحد زيد، شفت راه واحد النهار انا بعدا فات هو معايا عندي مع الجو ديالي. يعني فايت هدك؟ انا فايت، انا بعدا واحد المره مع الجو ديالي قال لي انت هادي بنادم انا ندير لهم بحال اللي شوف اخويا خليني عليك حتى غدا ولا دير داك الشيء اللي بغيتي، انا بعاد منه وهو يمشي بحال هكا. يعني هذا معروف عليه بهذا الاجرام هذا. انا اخويا بعدا جا هددني شحال، هددني مره جاني مع الجو، راه كان واحد الضابط كان راه كيحط عندي الطوموبيله، جا قال لي سميتو فين بلاصتي، مشيت بلاصتي حتى السيد وقف عليا. قلت له اللي بغيت ديرو ديرو اخويا، انا ما عنديش مشكل. يعني ماشي انت هو الوحيد اللي مهدد في هذا المكان هذا، يعني عدة السيد انا مهددني، انا فات مهددني ومهدد عناصر اخرى. الله اعلم، انا كنعطل غير راسي اللي كان. واش الاخر من اللي كان يعني واقف كان كيغوت وتهبط ليه الاخر بجنوي ولا شنو؟ كيهضر في التليفون هكاك. حتى الاخر كلا دق، حتى جا على غفله، جا من وراه وضربو بالجنب. الاخر شاد التليفون حتى دق ويك ويك عباد الله، ويجري هو كيغوت، هذه بقينا نفكو من هاك ومن هاك وصافي حتى وصل داك الشيء اللي عطا الله. كيفاش قتلو؟ كيفاش قتلو؟ بالجنوية كيضرب كي بحال اللي كيكزر في شي حاجة. واخا تابعينو الناس غادي يتابعو، تابعين انا كنقول له لا 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 انا شديته لا لا والو، وما كاينش هو كاع في هذا العام. قتلك شبيه في ظهره؟ واخا راه يقدر يكون في الغابة يبقى يشوفني دابا غادي يجي عندي انا كنلعب معاه شي مشكل، خصني نمشي بحالتي انا. حيت مهدى انت؟ مهدى راه من طبيعة الحال. حتى حضرتي الواقعة داكشي علاش مهدى؟ طبيعة الحال هو مهددني قبل. دونك كتعرفو مزيان؟ جاني معاه جوج ديال الناس. فيت مهدد قبل؟ قلت له اخويا بغيت ديرو دير، سير اخويا داكشي اللي دير. علاش جاب بالضبط جاي عندك؟ علاش هدك انت؟ انا دابا جاو شي ناس عشي وحده ديال الليل وقال لي توريهم. قلت له اخويا ماشي عساس، والسيد راه مسافر وداك السيد اللي كتقلب ما كايناش، ما نوريكش انا، ماشي خدمتي انا باش نوري للناس، انا خدمت الطوموبيله.